بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع هذه التدوينة من على صفحة سيمون كنك من نلاحظ يقول لو دو بوا دو ميزور اون فرانس. لو دو بوا كما نقول هنا لي دو بوا، كما نتحدث عن ثقلين هنا دو ميزور اون فرانس، اذا نتكلم عن قياسان بفرنسا، اذا نتكلم عن ثقلين ونتكلم ايضا عن قياسين بفرنسا، كما نتكلم عن مكيالين او كما نقول نحن وجهان. اذا هناك وجه يستعمل لهذا الغرض ووجه اخر يستعمل لغرض اخر. طبعا كما نقول هنا بان فرنسا لها قانون لمجموعه اشخاص ولها قانون اخر بقياسات وباثقال اخرى لاشخاص اخرين. إذا نتكلم هنا عن نهجين بمعنى آخر اتجاه مواطني فرنسا، بدل أن يكون هناك قانون واحد بقياسات واحدة وبأثقال واحدة، أن يكون الناس سواسية. إذا فبدل أن يكون هذا، إذا بفرنسا هناك قياسات مختلفة. هنا يذكر المدون طبعا قياسان، طبعا سيذكر الشخصية الأولى مثلا. طبعا بفرنسا يتعلق الأمر بفئات كثيرة أنه يطالهم هذا التمييز. طبعا فقط هنا سنعطي شخصيتين كما يكتب الكاتب، شخصيتين بارزتين جدا ديودوني. إذا نتكلم هنا على المسرحي ديودوني اي كونداني بور انسيتاسيون على هين غاسيال. ديودوني اي كونداني بور انسيتاسيون على هين غاسيال. ديودوني أنه متهم. نتكلم هنا على الفيرب كونداني، نتكلم على الفيرب كونداني يعني فعل اتهم. إذن ديودوني اي كونداني، إذن ديودوني أنا متهم بوغ انسيتاسيون يعني على الحت. نتكلم على الفيرب انسيتي، الفيرب انسيتي يعني فعل حتى، أنك بحال تنقولوا أنك تتحرش شي واحد يقوم بواحد العمل. الحت يعني هو انسيتاسيون. إذن هو متهم بماذا؟ ديودوني اي كونداني بور انسيتاسيون على هين غاسيال. اذا ديودوني انه يحث على الكراهيه العرقيه. طبعا ديودوني انه متهم بشكل ادق بالاساءه الساميه الى غير ذلك، بحكم انه يتحدث كثيرا عن اليهود والتمييز الذي يحظون به والرفع من قيمته في فرنسا. طبعا اي شخص طبعا في فرنسا يتحدث عن اليهود الا وسيواجه هذه التهمة. وفي دولنا العربية لا شك أننا أيضا نلاحظ هذا الأمر. زموغ اي كونداني بو انسيتاسيون على هين غوليجيوز الإسلام. إذا نتكلم عن شخصية بارزة مؤخرا تريد ترشح إلى رئاسة الجمهورية خلفا لماكرون. إذا هذا زموغ اي كونداني. إذا نتكلم عن الشخصية أنها متهمة بو انسيتاسيون على هين غوليجيوز، أنها متهمة بالحتي على الكراهية الدينية. نتحدث هنا عن ما يصدر هذا الشخص من حقد اتجاه الإسلام والمسلمين. مؤخرا أنه قال بأنه سيمنع الكثير من الأسماء الإسلامية من التداول بالنسبة للمواليد الجدد، وتحديدا حتى نكون منصفين بعض الصحفيين سألوه هل ستمنع مثلا أسماء مثل محمد إلى غير ذلك. هو قال بأن الأشخاص الذين يريدون أن يأخذوا هذه الأسماء لأبنائهم عليهم أن يضيفوا لها أسماء فرنسية، مثلا نقول جورج محمد إلى غير ذلك. زموغ أنه متهم بالكراهية للإسلام. إذا زموغ إي كونداني بو انسيتاسيون على هين غوليجيوز. إذا زموغ أنه متهم بالكراهية الدينية. نتحدث هنا تحديدا عن كراهيته للإسلام. ديودوني نا بلو دغوا على باغول. إذا ديودوني طبعا عبر مسرحياته المعروفة هو الآن نا بلو دغوا، يعني أنه لم يعد له حق. نا بلو، لم نقول هنا نا با دغوا، يعني ليس له حق منذ زمن. كما نقول هنا بأنه كان له حق لكن هذا الحق لم يبقى له. ديودوني نا بلو دغوا، إذا ديودوني لم يعد له حق على باغول في الكلام، منعوه من الكلام عن أي كلام. نتحدث هنا il n'est invité nulle part، يعني أنه لم يستضف
في أي مكان. Il n'est invité nulle part. أنه لم يستضف بالمرة. Nulle part يعني بالمرة. تمت محاصرته ومنعه من الاستضافة على أي منصة للقنوات المعروفة. Par contre, Zemmour est invité partout. على عكس هذا. Par contre, على عكس هذا. Zemmour est invité partout. يعني أن زمور est invité. يعني أنه يستضاف. طبعا لو فيرب invité يعني فعل استضافة. ومن كلمة l'invitation يعني استضافة. Par contre, زمور est invité partout. إذن زمور أنه يستضاف في كل مكان. رغم أنهما تقريبا لهما نفس التهمة. واضح بأن زمور تدعمه لوبيات تتحكم في فرنسا. دو دو شوز لين. كما نقول هنا واحدة من اثنين. دو دو شوز لين. كما نقول هنا دو دو شوز من الشيئين. دو دو شوز من الشيئين لين. يعني واحد. واحدة. إذن واحدة من الاثنين. سوا أون في فاس أون غروند إيبوكريزي. سوا لا كونداناسيون بينال. إيميدياتيك ديبون. De la communauté qu'on attaque. De la communauté qu'on attaque. De deux choses, l'une. واحدة من الاثنين. Soit on fait face à une grande hypocrisie. يا إما أننا نقوم بمواجهة نفاق كبير. L'hypocrisie مقصود به النفاق. L'hypocrisie, النفاق. نقول عن شخص بأنه hypocrite, يعني أنه منافق. Soit, يا إما, on fait face à une grande hypocrisie. يا إما أننا نقوم بمواجهة نفاق كبير سواء لا كونداناسيون بينال أو تكون هناك محاكمة أو تكون هناك محاكمة بينال جزائية إيميدياتيك كما نقول إعلامية يا إما أن نختار الأولى والمتمثلة في مواجهة النفاق الكبير سواء لا كونداناسيون بينال إيميدياتيك أو تكون هناك محاكمة جزائية إيميدياتيك وإعلامية ديبون أنها تتبع طبعا نتكلم هنا على لوفير ديبوندر أنها تتبع دو لا كومينوتي أنها تتبع المجموعة أو الجماعة نتكلم عن مجموعة أشخاص المقصود هنا أو أن ستكون هناك محاكمة جزائية وإعلامية تتبع للوبي إذا نتكلم هنا على كومينوتي المقصود بها الأشخاص كوناتاك كوناتاك إذا نتكلم عن جماعة جماعة أشخاص كوناتاك التي نواجهها يعني إما أن تكون لنا مواجهة النفاق الكبير أو تكون هناك محاكمة جزائية وإعلامية تتبع للمجموعة التي نحاربها إذا نتكلم عن مجموعة أشخاص أنهم يسيطرون على المشهد والتي نحاربها كشعوب نحن إن لم نحارب النفاق الكبير سيكون هناك حتما الخيار الآخر اللي هو محاكمة جزائية وإعلامية تتبع لهذه المجموعة التي نحاربها إذن دو دو شوز لين سواء في فاس أ إن غران ديبوكريزي سواء لا كونداناسيون بينال إيميدياتيك ديبون دو لا كومينوتي كون أتاك ثم إي لو بيغ والأسوأ سكو ديودوني في دو لا كوميدي والأسوأ هو أن ديودوني يعني ليس هناك مقارنة هنا في الحقيقة إذا اعتبرنا بأن ديودوني حالته كحالة زمور علينا أن نمنعهما سويا من الكلام أو أننا نسمح لهما بالكلام علينا أن نتخذ معهما نفس القرارات علينا أن نتخذ معهما قرارات عادلة هنا طبعا كما سيوضح الكاتب بأن ما يقوم به زمور أخطر بكثير مما يقوم به ديودوني ورغم ذلك أنه تم منع ديودوني بينما استضيف زمور على كل القنوات إلو بيغ والأسوأ سيكو ديودوني في دولا كوميدي والأسوأ أن ديودوني أنه يقوم فقط بالكوميديا أنه يقوم فقط بالكوميديا هو ليس جادا في كلامه فلماذا يتهم بهذه التهمة alors que زمور est très sérieux في حين أن زمور إذا هدد المسلمين وهدد الإسلام فهو جاد جدا إذن alors que زمور est très sérieux في حين أن زمور
أنه جد جاد دون توسو كيلدي في كل ما يقوله، وبالتالي فإن التهمة الموجهة له حقيقية وصحيحة، على عكس ديدوني أنه من خلال عمله هو فقط يقوم بعمل مسرحي. أوميكوت ديدوني بوغيغ، نحن نستمع لديدوني لنضحك فقط، نحن لا نستمع لديدوني لنأخذ كلامه على محمل الجد. ألوغ كونيكو زمور، في حين أننا نستمع لزمور بور با فورسيمون غيغ، ليس بالضرورة لنضحك، نحن نستمع لزمور لنسمع ما سيقوم به بالفعل. لوكال اي لو بلو دونجور، إذا هنا سؤال، من هو الأخطر فيهما؟ من هو الأخطر؟ لوكال اي لو بلو دونجور، لوكال لو بلو دونجور، من الأكثر خطورة؟ المقصود هنا لوكال أونتر أو اي لو بلو دونجور، من هو بينهما الأكثر خطورة؟ إذا كما نلاحظ المفارقة الكبيرة بين الشخصيتين. نتكلم هنا عن القانون الفرنسي الذي له وجهان في المعاملة في التعامل مع مواطنيه. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.